اتفضل يا معلم. قابلوا مدارس كويس. ما هو انت الفكره الميزه بقى انك انت عندك عدد طلاب قليل. الغلطه اللي بتحصل انك انت لما بتزيد عدد الطلاب وانت ما عندكش ريفرنس بين كمبيوتر سوفت وير. طب انت واصل ما بينك وبين ادارات الجامعه؟ يعني عايزين نعمل زي نتورك ما بين الكليات وبين الجامعه. موجود. طنطا مين اللي اخد كورسات عليه؟ انا اتمرنت عليه في اليابان واتفرجت عليه. انت عارف لو في حاجه محتاجه كمان بي جاست الجامعه اليابانيه عندهم جهاز زي اللي عندهم اليابانيين موجودين كمان لو في حاجه بتنزلها فيها. وانا متعاون مع الجامعه اليابانيه هو اسمه ايه؟ لما اللي هو زي الاكسترا ماشين اللي عندنا زمان اللي هو بيقيس الكاسب سترينث والانزايم سترينث والبروتين يعني بتحط الماده وتقربها بس عندنا من اول القطاع زي كل الجيل انتوا ضربتوا عليه ولا الله 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 حتى السبب بتذكره داري عن ده شرايط المقابل ليه في مصر بيتعلم ب 600 جنيه بهذا النموذج الراقي من التعليم. يعني امكانيات هائله، درجات من التدريب تتماشى مع المعايير العالميه سواء في تدريب المراحل المعمليه او مراحل ما قبل الاكلينيكيه او الاكلينيكيه. كل ده زي ما نقول احنا حطينا النهارده مع الدكتور ماجد الحقيقه وسياده المحافظ، حطينا انا قلت لهم كده انتوا حطيتوا سقف جديد للمقارنه. احنا شفناه النهارده ده معيار حديث جدا لما يكون عليه الجامعات الحكوميه. ده انا شفته وبلف في كل حته. يعني احنا بنتكلم على جامعه موجوده في العالم يمكن ما عندهاش الامكانيات اللي احنا بنشوفها موجوده من اشعاعات، من تجهيزات، من امكانيات هائله.